وتأتي ورشة العمل حول الاستدامة البيئية في قطاع التعدين والتي تنظمها هيئة البيئة بالتعاون والشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن وشركة تنمية معادن عمان وشركة عجيب للتأهيل البيئي وبمشاركة عدد من الخبراء الدوليين وعدد من المختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة ضمن الممكنات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في أولوية البيئة والموارد الطبيعية المتقاطعة مع قطاع التعدين. نرحب بكم جميعا، ويسرنا بداية دعوة سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة لتقديم كلمته. يجب أن أؤكد على أهمية قطاع التعدين ومساهمته الفعالة في تنمية الحضارة الإنسانية والبشرية منذ الأزل، فهو ذلك القطاع الذي ظل ينمو ويتطور مع نمو وتطور الحضارة الإنسانية، بدءا من الأدوات البسيطة لإشعال النار وكذلك الأدوات البسيطة التي استخدمت لبناء المنازل والبيوت القديمة البسيطة للحماية والوقاية من البرد، وصولا إلى الهواتف النقالة، وصولا إلى الكمبيوترات، وصولا إلى المنشآت، وصولا إلى أدق تفاصيل مناحي الحياة التي تحيط بنا في يومياتنا والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها. فبالتالي هذا القطاع عامل وفاعل وقطاع رئيسي جدا في مختلف المجالات التي تشهدها الحضارة الإنسانية، خاصة قطاع التكنولوجيا والصناعة. إلا أنه هناك للقصة وجه آخر، هذا القطاع من أكبر القطاعات المؤثرة بيئيا والملوثة والتي تظل آثارها السلبية لعشرات ولمئات السنين أحيانا، خاصة عندما نتحدث عن العناصر والمعادن الفلزية وكذلك عندما تختلط بالمياه الجوفية، وهناك قصص مريرة جدا في السلطنة وفي المنطقة والعالم. تأتي هذه الورشة حقيقة لرسم مسار ينظم خطوط التماس ما بين الاستثمار في قطاع التعدين وأهميته الاقتصادية، وأيضا التوجه الوطني نحو تنويع مصادر الدخل والاقتصاد. ومن جانب الآخر هناك هدف وطني استراتيجي كذلك، الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها. من هنا تأتي أهمية هذه الورشة لضمان الاستفادة المثلى من قطاع التعدين بما لا يخل بالتوازن البيئي، وذلك من منظور علمي وكذلك من واقع تجارب عالمية وإقليمية ناجحة. ويعني نهدف من خلال الورشة للخروج بجملة من التوصيات التي تترجم على شكل لوائح تنفيذية وتشريعات تحوكم العملية التعدينية لجعلها مستدامة بدلا من التقليدية والخطية التي تستنزف المورد وتؤثر سلبا وتترك مخلفات يعني وتلوث كبير.